معكم إمام موفق الغبرة، كلية التربية البنات، جامعة بغداد. السلام عليكم. ابني حبيبي. رسومات رجاء صلاح، كلية العلوم للبنات، جامعة بغداد. قالوا تركك وحيدة. لا أبدا، أنا طلبت منه الرحيل. يا لك من أم، على أمل أن يحقق حلما جميل. ألم تفكر يوما سينشغل وينسى؟ أبدا، ابني حبيبي لن ينسى. لم يعد يتصل بك، مشاغله كثيرة. ابني حبيبي، وأنا مقدرة ظروفه. حرمك أحفادك، من قال هذا؟ ساكنين فؤادي هم ها هنا. حرمك رؤيته، من ابني حبيبي؟ من قال هذا؟ هو جالس في بؤبؤ عيني. وكيف تنامين وهم عنك بعيدين؟ أنام ملء عيني، فقد استودعتهم عند من هو أقرب إليهم مني. كم منا بكلامك سيقتنع؟ كفاني الواحد الأحد الذي جعلني أقتنع.